يمثل التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد قيمة مضافة للعمل الأمني المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي. نعم، ولذلك كان ضروريا أن يكون التمرين شاملا لكل المجالات الأمنية وتشارك فيه كل العناصر الأمنية على تنوعها. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. تشير المتابعة الميدانية إلى أن التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد ماض في طريقه الصحيح وخططه الموضوعة، وهي مؤشرات تعكس الكثير من المحطات، ومن أبرزها مركز القيادة والسيطرة الذي يعد عصب التمرين وشريانه الحيوي. العمل اللي يقوم بمركز قيادة السيطرة كإدارة العملية بالكامل، تمرير البلاغات، الأوامر الصادرة، بحيث في نهاية التمرين بإذن الله يكون الواقع الحاصل بأمر التمرين الخليج العربي واحد يحاكي الحقيقة لو طلب الأمر مشاركة أي من دول الخليج في أي دولة لو طلب الأمر لا قدر الله. جهز المركز بأحدث التقنيات التي تسهم في ربط التمارين الميدانية مع التوجيهات العليا، حيث تكمن أهمية المركز في قيادة كافة التمارين على أرض الميدان. هنا تصدر توجيهات قائدي الفرق الميدانية بالدخول إلى الميدان وتنفيذ الفرضيات والخروج أيضا، من خلال تنظيم مدروس يسعى إلى عدم الإخلال بخطة السير عمل الفرضيات. احنا أثناء إنشاء مركز القيادة والسيطرة لتمرين أمن الخليج العربي الأول حرصنا أن يكون مواكب لأحدث مراكز السيطرة في المنطقة. طبعا يمثل مركز القيادة والسيطرة القيادة الموحدة لجميع القوات المشاركة في تمرين الخليج الموحد، فجميع القوات تتحرك وتأتمر بأمر المركز، وفيه ممثلين من جميع القطاعات المشاركة في التمرين. في هذه الساحة التدريبية تصدر شارة البداية والنهاية الخاصة بالفرضيات يومياً في صورة تعكس مستوى التوأم في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي ومقدراتها ومكتسباتها. فوحدة الأمن والمصير غاية نبيلة تستحق صدقاً في العطاء وإخلاصاً في الأداء.